زوار مواقعنا الكرام، مواقعنا على الإنترنت، مغرب المستقبل، نادي صابون تلتا، إصدارات واختيارات. مرحبا بكم في حوار جديد من حواراتنا التي نعنها بعنوان حوارات نادي صابون تلتا المستقبلية، بحثا عن الجودة. اليوم لنا لقاء هنا في مرجان تازة، مرجان مدينة تازة، مع شابين رائعين تاجرين، سنترككم تتعرفون عليهما من خلال حوارنا معهما. مرجان تازة، نحن دخلنا الآن إلى مرجان تازة. هذا الركن في الحقيقة ركن جميل جدا، هو طبعا ركن تجاري فيه بضائع مهمة، آلات خاصة بالمطبخ، والتاجران المتميزان شابان رائعان كويزين فلا. مرحبا، مرحبا بالسي عبد الحميد الشريف من عين الله فاس، بارك الله عليك. مرحبا بالشاب الرائع سي يونس من الدار البيضاء العزيزة، تبارك الله عليك. في الحقيقة أنا سعدت بكما عندما تعرفت عليكما، وخاصة على سي عبد الحميد في البداية، ووجدت أنكما تعرضان منتجات مهمة خاصة بالمطبخ، وأنا كزبون فعلا قبل أن أكون إعلاميا سعدت باقتناء هذه الآلة خاصة التي سنبدأ بها ونشاهد معكم، ويشاهد معنا كذلك زوار المواقع، مواقعنا، موقع نادي صابون تلتا، موقع مغرب المستقبل، وموقع موقع إصدارات واختيارات. وكذلك سينشر هذا الفيديو على الفيسبوك وعلى الواتساب لكي تعم الفائدة وتزدهر التجارة. مرحبا بكما. إذن على بركة الله نبدأ بهذه الآلة. طبعا ها هي دي الآلة، ها هي هنا مفتوحة، ها هي دي في علبتها، هي رائعة فعلا. طبعا أرنا كيف بالنسبة للهاشوار، هاشوار هاشوار يعني طحالة، طحالة كدير الموز ديالك على هذا الشكل، وهذه خطاية بالنسبة كتزول الخطاية وكدير المسائل اللي بغيتي تطحن، ربيع، كزبر، معدنوس، مقولة، شنو كديرو فيه؟ يعني حنا نديرو عندنا موز طاس على حساب البقولة، الخدمة ديال البقولة ديالك، شوف حنايا الربيع نشوفو الخدمة ديالو والسلام على هذا الشكل. وهي تشتغلوا بالكهرباء، هي كتشتغل الكتريك، بالنسبة الكتريك الغطاية ديالك، وحتى الطاقة لا تستهلك طاقة كبيرة، لا 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 نهائيا. انت كتخدمها، انت كتحط وكتشوف القياس اللي بغيتي وكتحكم شي، اللي بغيتيها طرفها كيبقاو كبار شوية، ولا بغيتي طرفها كيبقاو صغار صغار، انت ما عندكش مشكل. انت كتبدا بغيتي تسحقها مزيان كتغلط عليها كتكون مزيان كتخدم ديريكت، يعني ما عندكش مشكل. بغيتها تقام قادرة ما ترخف شوية، اييه تسحق ليك المسائل ديالك كيما بغيتي وكيما حبيتي، يعني كيمكن تردها طحين كاع. انا كيما شتي راه 100 ضربة بالموس وما تخرجش لك على هذا الشكل. جميل، كيما قلت لك الامتياز ديالها هو هذا. جميل. بالنسبة للاش، بالنسبة للاش، بالنسبة للاش حنا نديرو لاصوص طوماط، نشوفو الخدمة ديال لاصوص طوماط كاش خرجها لينا، يعني طبعا هذا سي يونس هذاك حتى اخر الكلام، هذا الموس، الموس مازال غادي يجي دورو. هذا انت بالنسبه لهذا حنا ندير لاصوص طوماط، شوف الخدمه ديالها كيف دايره، يعني لاصوص طوماط يعني عايشه ديال الدار. انا كتخدم الان بوكو وكتخدم الخدمه ديالها، كيف دايره الموس كتصحى ما كتخرجش فيها ولو ضره. انا كتخدم الخدمه ديالك حتى كتكون فيها الحال، كتشوف القياس ديالك اللي بغيتي، اللي ما عندكش مشكل. انا كتكون من الخدمه ديالك على هذا الشكل كما
الشكل. جميل جميل. لاصوص طوماطي على هذا الشكل. أنس. لاصوص طوماطي يعني ما فيهاش. جميل. رائع. درناها بها بالشلوف ديالها بالقشور بكل شيء ديالها. رائع. وما خرج منها والو. هانت. المسؤول ديالنا باش نكملوا الخدمة ديالنا. نديروا واحد الصالة. صلاد ماروكان. طبعا الان سيونس يعد لنا صلاد ماروكان يعني سلطه مغربيه. وطبعا نحن مقبلون على عيد الاضحى المبارك. عيدكم مبارك سعيد. وهذا الفيديو خصيصا انا اردت ان اتبرع به على جمهورنا الكريم. شوف الخياس اللي بغيتي الان فوق كتكمل بغيتي اطروفه كبار كيبقاو صلاه جارديني كتخلي على هذا الشكل. بغيتي تزدني الاكثر كتزدني الاكثر ما هي مشكله انك تكمل الخدمه ديالك بكل سهوله. جميل. انا على هذا الشيء الا بغيت ترد كاع عجينه كاع ترد ما عندكش مشكل يعني انا وكتكمل الخدمه ديالك انت استاذ كما قلت لك راه 100 ضربه وضربه بالمص وما كتخرجش. وحنا في طبعا مناسبه العيد والتشرميل وهذا والتشرميل يعني التشرميل التشرميل تاع العيد تاع يعني التشرميل تاع القطبان. نعم سيدي القطبان يعني الماكلة ديال اللحم كتحتاج لهذ السيدات ياك استاذ كتحتاج لها بزاف. والحمد لله احنا امامنا شباب نافع شباب نافع على ذكر الترميل. الترميل دابا تبدل ولا عنده معنى اخر. تبارك الله عليك. نتابع سي يونس. كاين اللي كيبغي عصير ديال الخيار ياك العصير ديال الخيار كنخدمو كنطحنو الخيار ديالنا على هذا الشكل. من فوق كنكملو الطحين كنطحنو مزيان كيتطحن حتى كيتدعم كنزيدو ليه واحد شويه ديال الماء كنقلب مع السكر ولا هذا وشويه الخل كنزيدو عليه واحد شويه ديال الماء باش يتحرك لينا. واه انا على هذا الشكل انا السر باش يدور لينا باش نقدروا نزيدو عليه السكر ما هو ما بغيتش ما عندكش المشكل. انا رائع رائع. شوف شنو خصو دابا شوية السكر والموارد والراحة. أنا سبيل لكن ماكش الشيء راه كتخرج لينا. يا سلام يعني الناس في هذا العيد غادي اللي غادي يقتنيوا هذه الآلة هذه هذا العشوة اللي خاص بهذه المهمة هذه في المطبخ غادي والمرأة غادي ترتاح كذلك. لا علاش علاش حنا مسمينا الحادقة يعني حادقة في الدار يعني ما عندكش الحادقة. أي الحادقة. اسمعوا الجمهور تاعنا هذه راه سميتها الحادقة وفعلا الحادقة حنا جربناها في الدار. بالنسبة لهذا الموسم هو الثاني على حسب اش كفتة ديال اللحم كفتة ديال الداند عشان ديال الكخيب والبغرير دوز كركاع كوكو كطحنوا لك راه ما هي مشكلة فهمتينا أستاذ. نعم. أنا أستاذ يعني كملنا الديمونستراسيون ديال اش ديال هذا الهاشوا. هاي الهاشوا اللي قلت لك هذيك هي الهاشوا اللي هذيك عندنا حنايا علاش لحقاش كنجيبها بار كومون ولا اني حادقه هادي لا لا حادقه لا لا حادقه تبارك الله عليك. كنا الديمونستراسيون ديال اش ديال الهاشوار انا ندوز ديك الهادي ديال لينام ندوز ديك الهادي ديال لينام القنينطاط لي سيكا يعني ندوز ليك لينام قول لهم فهم لهم شنو هي هاد لينام. لينام السيكار ديال البسطيله. السيكار البسطيله ماشي اللي كيدخلوه ماشي اللي كيكميو. لا 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 السيكار البسطيله. اسمع الطريقه ديالها كيفاش كدير الورقه ديال البسطيله ديالك على هذا الشكل. ايه ياك ايه كدير الحشوه اللي بغيتي ولا حبيتي على هذا الشكل. ايه فوالا دير اللوز كركاع كوكو انا ما عندي لا لوز لا كركاع نديرها بالصاله. اه وكتخشيها على هذا الشكل وبيض طحين الزيت الدقيق ديالك على هذا الشكل وكتلوي راه كتخرج لينا من الاولى مقاده الى المقلاه. جميل. نزيدك اشوف الطروه ديال النيفو هذا راه النيفو الصغير فيها النيفو الموين وفيها النيفو الكبير. ياك. يعني هذا النيفو الموين الا بغيتي تجيها موين شويه بغيتي تجي شويه في الحجم المتوسطه. ياك. بالنسبه بغيتي النيفو الكبير راه كديرها في النيفو الكبير عندك النيفو الثالث باش عندك النيفو تعطيها وحده وحده من الحجم ما تعاودهمش الاخر. بالنسبه الا بغيتي تزولها وتحيدها ساهله الزاله ديالها شنو كتحيد؟ كتزولها على هذا الشكل وكتحيدها ياك تحطها في لاماشين ولا تدوزها بيدك راه ما هي مشكله فهمتيني تخليها تنشف. هي بالنسبه في الدوله ديالها راه ساهله على هذا الشكل. ها 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 جميل. يعني الناس اللي غادي يعني يقتنيوا هاد الادوات المطبخيه نعم المنزليه الخاصه بالمطبخ
غادي يرتاحوا بعد المره غادي ترتاح وغادي تكون الجوده في المنتوج وغادي يستمتعوا الضيوف ويستمتعوا الاهل كذلك. تبارك الله عليك اسيدي يونس، كيظهر لي الفقره نتاعك انت تبارك الله عليك، انت اذا من الشباب النافع. الله يعطيك الخير. وبهذه المناسبه نريد ان نؤكد ان في المغرب ثل من الشباب النافع ما يزالون صامدين صابرين يبحثون عن العمل بجدية ويشتغلون بكل أمانة وإخلاص وينجحون. وندعو الله بهذه الأيام المباركة أن يهدي شبابنا المشرملين أو المشرمالين، لأنهم ضايعين، ما ضايعين لا دنيا لا آخرة. شنو هذه يدي هذا؟ ضايع لا دنيا لا آخرة، ماشي في حالته. تبارك الله الشباب النافع. ننتقل إذا سي يونس إلى زميلك الأخ السي حميد. تفضل سي حميد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. مرحبا. الناظر هو أنا متعدد الاستعمالات. متعدد الاستعمالات هي هو الصرف. أو أن الدنيا هادية. إيه نعم. الدنيا العصر هذه يمكننا نعيشوا عصر هذا. بالنسبة لنا من الزواج إلى عمار إلى على حسب اختيار ديال كل فرد ديالنا. قلنا هذا سيدي. غير المدفاتيها نعطيك انا فكرة يا مثلا بس شو هانا أستاذ كتعطيت الموسيقى كما تشوف مستدلة على طريقة المد رائع هذا المال خيار بقيت تبقى هنا ما تضيعش نستعملوها ما تضيعش اي تستعمل جهه اخرى يعني كتعزل الماء عن اللحمه بالنسبه لهاد لي طاس هادو اللي تنعطيهم زايدين مع الروب ديالنا تعطيك مثلا بغيتيها بحال حسب اختيار ديال كل شخص نعم ايجاص عناب رمان على حسب اختيار نعطيك فكره فهمها ماناجير ملتي الشركة ديالنا ياك جميل ايه يمكننا نشربو فيه نديرو هاد لي باك هادا مثلا خرجنا كاس امبورتي مشروب ايه بالغطايا اللي كنت عند وليدات نعم اسيدي واخا يديرو في الحفاضة ديالو رائع عندنا هذا ديال الكابوتشينو اللي انكسر هذا هاد اللوازم كلها مع هاد الروبو هاد لي ساكسيسوار كاملة تتمشي مع الروبو اللي مكسر 31 بياسة كيما قلت لك الآن كسر راه باين انكسر غير ما تزيدش تضرب بزاف يعني وخرجوا لهاد حتى يغلب فيها بزاف علاش عارف انكسر واه طيب يعني وخنديروا فيه الماء سخون ياه شنو هذاك الشيء اللي درت تما؟ هذا كابوتشينو بغينا نحدلو كابوتشينو هادشي رائع يا استاذ دابا هنا ما بقى غير يشرب الانسان عندنا بالنسبه للعطور مثلا سكين كبير خرقوم زهر مثلا عرفت يمكن نعم بالنسبه ما كاين شي حاجه خصني من الخرقوم ولا سكين كبير ولا الزهر كما تشوف معايا شوف يعني هذا هو انكسر كيولي
تحطها مزيان. كيولي لي على هاد الطريقة كيما تتشوف انا نعطيك الفكرة كاملة بزاف، يعني امبوسيبل شي روبوت يحل لك ستيج بير ولا خرطوم ولا صار على هاد الطريقة. شحال الطاقة نتاعو بالواط؟ 350 واط. ها 350 كيما تتشوف مزيان مزيان 350 واط. بالنسبة كما تنعرفوا بالنسبة للحام ولا حوت داند مثلا الكفتة، الآلة هذي الكفتة بالنسبة للموز ولا كركاع على هاد الطريقة هكا، ولا بغيناه بودر أقدام مثلا كما تعرفوا الكابوزال ولا مثلا شي حاجة معمرة، يعني بحال أملو كما تنقولوا شي حاجة مزيتة. نعم نعم سيدي. هاد الروبو متكون من واحد 30 بياسة، بياسة تصور كاملة تتمشي معاه، يعني الوجودة عالية، يعني بالنسبة للكابوتشينو، بالنسبة للخوي، بالنسبة للعطور، ولا للخوي مثلا على حسب اختيار الأطفال ديالنا، كل واحد شنو تيطلب، كل واحد تنديرو الخاطر الوليدات ديالنا، ما يمكنش نطحنو في هذا ونوليو نطحنو الآخر ونغسل، لا، كل واحد عنده هذا المهم. على حسب الوليدات مثلا عندك أربعة ولا جوج، كل واحد تنديرو الخاطر ديالو، بالنسبة للقوت ديالو، يعني متعدد الاستعمالات. هذا هذا شو كديروا له؟ هذا البوتي مثلا نطحنوا فيه يمكن نعطيوه للطفل ديالنا ولا الطفله ديالنا يديروا به حوار. جميل. كما تشوف هنا استاذ، ها هو الروبو ديالنا. هذا هو صنع المانيا. تدش يعني قاتل. جيبوه هنا الله يخليك. طبعا هذه العلبه هي التي تتضمن هذا الروبو متعدد المهام والاستعمالات، وكما اوضح السي حميد كيفيه استعماله وتشغيله، وانتم لاحظتم ايها الساده الكرام زوارنا الكرام كيف ان هذه الاعمال التي يقوم بها هذا الروبو او هذه الاله في الحقيقة تصل إلى مرتبة عليا من الجودة، ويعني ليس عندي ما أقول لقد شاهدتم كل شيء. المهم هذه هي العلبة التي تتضمن هذه الآلة. نتمنى لكم عيدا مباركا سعيدا، وأظن أن الكثير منكم لن يقبل أن تفوته هذه الفرصة، وخاصة أن أنا لم أسأل الشابين اللطيفين عن الأثمنة، ولكن لهما الحرية في أن يعطي بعض الإشارات لكي يعرف من يريد أن يأتي إلى هنا إلى مرجان تازة. طبعا هنا في هذه الأيام ما زال هنا في هذا الركن في المدخل، مدخل المرجان. سيعطيكم السي حميد إشارات عن الأثمنة لكي تتأكدوا من الأثمنة مناسبة. وأنا شخصيا قبل أن آتي إلى هنا كإعلامي وكفاعل جمعوي جئت كزبون واقتنيت الحادقة، هي الحادقة اقتنيتها وفعلا نحن سعداء بها، وهي توفر للزوجة للمرأة كثيرا من الجهد والوقت، وطبعا المنتوج يكون جيدا إلى أقصى مستوى. تفضل سي حميد أعطي إشارات بالنسبة للأثمنة، أنت الذي لك الحق وحدك في أن تدلي بهذه المعلومة. شكرا. تفضل. بالنسبة للهاشوار لقوا نجاح كبير هنا في تاج بالنسبة للأثمنة. نعم. يعني تقريبا اللي ما بداش اليوم ترجع يدير. أنا عارف، أنا عرفتكم منذ رمضان هنا. منذ شهر رمضان. لا. بالنسبة للأثمنة دابا راه بالنسبة للأثمنة ثمن مناسب، لا بالنسبة للهشوار ولا بالنسبة للروبو ديالنا، ثمن جد 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 مناسب، يعني الكثيرون وألقى استقبالات كثيرة هنا في تازة تقريبا 85% اللي تبداو منه. ولذلك بقيتم حتى بعد شهر الصيام، والآن نحن يعني نحن نقترب من أيام العيد، بعد 3 أيام أو تقريبا سيحل علينا إن شاء الله مباركا سعيدا عيد الأضحى. إن كان لكما من كلمة تختمان بها هذا الحوار الممتع، وهو حوار مستقبلي، لأن في الحقيقة هذه الآلات والأدوات التي تسوقانها هنا في هذا الركن
لها علاقة وطيدة بالتقدم المستقبلي في بلدنا الحبيب، وخاصة في المطبخ، والمرأة تحتاج فعلا إلى هذا النوع من الأدوات التي تساعدها، وخاصة إذا كانت امرأة موظفة. فتفضل سي حميد والأخ يونس أنت اختم بكلمة ما. جزيل الشكر. نعم. وتنشكر مغرب المستقبل الذي سندنا في هذا الصباح الجميل والمبارك من 10 أيام 10 ذي الحجة. تشكر بزاف أستاذي، وتشكر الناس اللي ساندونا بالنسبة للأستاذ ديالنا والمعلمة التاريخية. نعم. المغرب المستقبل. وتنخلي الكلمة للصديق والأخ يونس. يونس، أولا قبل أن نستمع إلى الشاب اللطيف يونس، وهما شابان يبشران بكل خير، وهما مثالان للشباب المغربي الحر الواعي النافع فعلا، فهما الخلق والأدب والخبرة والذكاء والمعاملة الطيبة. شو هالابتسامة، المعاملة الطيبة، ما كيكبيو ما كيسكرو ما والو، كيبيعو كيشريو. تبارك الله عليك. تفضل أستاذ. أبا خلي لي ما نقول أنا. لا لا غير خرجي كلمة. سي يونس. أنا أستاذ صاحبي كنشكرك على هذا الفيديو اللي درتي لينا، وحمستينا ستي فينا روح الحماس على هذا الشيء باش نزيدو نتقدمو في شهر. تستاهلو تستاهلو. فين ما مشيتو. أستاذ، سمعني نقول لك أستاذ، أستاذ يونس، أستاذ عبد الحميد، شوف ليا. ان شاء الله في ما مشيتو غادي تكونوا نافعين، غادي تكونوا نافعين ومنتفعين في الخير. اللهم ايدهما وبارك لهما في تجاره الدنيا والاخره معا، ونحن ايضا معهم خيرك كثير يا رب العالمين. وهذه ايام مباركه، ايام التضحيه، ايام عيد الاضحى. شكرا لكما على قبولكما لهذا الحوار هنا في مغرب المستقبل في برنامج حوارات نادي صابون تازة المستقبلية، بحثا عن الجودة. أنا لو لم أرى عندكم جودة في المنتوج، جودة في المعاملة، ما فتحت معكم الحوار. خديتي معنا أستاذ، خديتي معنا في رمضان. نعم 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 نعم. انا اشتريت هذه الحاذقه اشتريتها من عند الاخ عبد الحميد في رمضان، في شهر رمضان، وفعلا زوجتي الحمد لله سعيده بها، تساعدها كثيرا جدا، ونحن نستمتع بالمنتوج بمنتوجها، وتتصرف في الكيفيه التي تريد، كما شرح الاخ يونس قبل قليل في التوضيح، وهذا ديمونستراسيون تاع هذا، يعني شيء جميل جدا جدا جدا. ولم اكتفي بهذا، وانما قمت بالدعايه لها والاشهار لها بعد، اولا وسط عائلتي وسط اسرتي، وبالامس فقط اشتريت حاذقه اخرى سأرسلها إلى المحمدية إلى ابنتي، لأنها لم تجدها في مرجان محمدية. شكرا لكما مرة أخرى، أتمنى لكما نجاحا باهرا في تجارة الدنيا والآخرة، وعيدكم مبارك سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم في هذا الحوار الجديد، حوار نادي صابون تازة المستقبلي، بحثا عن الجودة، مع الأخوين الرفيقين، مع أخوين طبعا في العمل، سي عبد الحميد والسي يونس. إلى اللقاء مرة أخرى في حوارات مستقبلية جديدة. السلام عليكم. السلام.